وعلى كل من سلك مسلكهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والمعرفة. إن شاء الله تعالى نبدأ ونقول كما قال الناظم: وللسم ضربان فضرب نكرى، والآخر المعرفة لمشتهرا، والآخر المعرفة لمشتهرا. فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، فإنه منكر يا رجل. نحوه غلام وكتاب وطرب كقولهم رب غلام لي أبق، كقولهم رب غلام لي أبق. وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري في صحيح المعرفة، لا يمتري في صحيح المعرفة. وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري في صحيح المعرفة. مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى، وذا وتلك والذي وذو الغنى. وآلة التعريف ألف من يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد، تعريف كبد مبهم قال الكبد. وآلة التعريف ألف من يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد. وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى تدرج سقط، إذ ألف الوصل متى تدرج سقط. وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى تدرج سقط. بدأ الناظم بتقسيم الاسم إلى قسمين، هذان القسمان من أقسام الأسماء الكثيرة. الأسماء تنقسم إلى أقسام كثيرة، إنما أراد أن يتناول هذا القسم في هذا الباب، وقسم الاسم إلى قسمين. أقسام الاسم لا تنحصر في هذين القسمين، فقال الاسم ضربان
الضرب الأول فضرب النكرة، والآخر المعرفة المشتهرة. عندما يأتي بالأمثلة رفع إشكال بعض طلبة علم النحو، إذ يظنون أننا إذا ذكرنا المعرفة إنما نعني به فقط المعرف بألف ولام. المعرفة ستة، المعرفة ستة. وتدرك هذا في المثال الذي جاء به الناظم، ثم قال: فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. إذا أدركت كلمة رب في جملة فاعلم أن الكلمة التي تلي هذه الكلمة نكرة. تقول رب، جاء بمثال رب غلام، رب عالم، رب حامل فكه، ليس بفقيه. ورب نحوي أو رب حامل نحو ليس بنحوي. ثم جاء بالمثال وقال: هذه الأمثلة أمثلة النكرة، لا حين تدخل عليه كلمة رب. أمثال النكرة قبل الدخول عليها كلمة رب، قال: غلام، كتاب، طبق. ثم جاء بمثال دخول رب على النكرة الاسم، وقال: رب غلام لي أبق، رب غلام لي أبق، رب غلام لي أبق. أبق أبق وأبق بمعنى هرب. ثم قال: وما عدا ذلك فهو معرفة. ما عدا المذكور، إذا رأيت كلمة مجردة من ألف ولام ومن الإضافة، إضافة إلى معرفة، فهو ماذا؟ فهو نكرة، فهي نكرة. وإذا رأيت كلمتين مكتوبتين وهي جملة غير مفيدة، لكن الكلمة الأولى رب والكلمة الثانية اسم، فاعلم أن الكلمة معرفة. وعندما يأتي بالمثال قال ماذا؟ الدار، الدار المعرف بألف ولام، وزيد العلم،
وأنا الضمير وذا اسم الإشارة وتلك أها نعم الإشارة والذي نعم نعم انتبهوا اهتموا بالجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري لا بد أن تتعلم تقرأ لكن لا بد أن تعمل بما أنت تقرأ وذو الغنى الإضافة الإضافة الآن كم؟ ستة ذكر النكرة وذكر علامة يعرف بها ثم ذكر المعرفة بأنواعها بأنواعها وآلة التعريف ال هكذا يكتب يكتب ال هكذا يكتب يكتب ال الهمزة الألف بالهمزة هكذا يكتب يكتب الألف في ألف ولا أل أل بالهمزة ولكن الألف ولكن الهمزة همزة الوصل لا همزة القطر لهذا ذهب بعضهم إلى أن التعريف هو اللام وذكر السبب الذي شيخ أمان نميلا راكي ما شنكان باي كي ما قوي جو أمان نميلا راكتا يكا سادا كالوني تفاما يكوي كو كاني نيبو كاتا سي تي بالي جوكو جي جي بيا كي بوتا ذكر السبب في البيت الأخير من هذا الباب ماذا قال إذ ألف لوصل الألف المكتوبة الألف المكتوبة وجعلت الهمزة عليها الآن قال ماذا؟ ألف الوصل ولكن كتبت همزة همزة القطع متى تدرج سقط الألف ماذا تدرج سقطت سقطت ماذا الألف حتى في بسم الله نقول بسم الله بسم الله الألف ساقطة
كأننا فرغنا من هذا حتى لا نأتي ببيان يأخذ أوقاتنا أكثر من اللازم. نعم، الآن باب قسمة الأفعال، باب قسمة الأفعال. قال الناظم: وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عن كسد الإشكال، لينجلي عن كسد الإشكال. فهي ثلاث ما لهن رابط ماض وفي الامر والمضارع، ماض وفي الامر والمضارع. فهي ثلاث ما لهن رابط ماض وفي الامر والمضارع. فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماضي بغير لبس، فإنه ماضي بغير لبس. فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماضي بغير لبس. وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه، كقولهم سار وبان عنه. والأمر مبني على السكون مثال احذر صفقة لمغبون، مثاله احذر صفقة لمغبون. وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم لغلام، فاكسر وقل ليقم لغلام. وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم لغلام. وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، فأسقط الحرف الأخير أبدا. فإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا. تقول يا زيد غد في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد. تقول يا زيد في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد. وهكذا قولك في الرميم رمى فخذ على ذلك فيما استبهما، فخذ على ذلك فيما استبهما. وهكذا قولك في مما رمى فخذ على ذلك فيما استبهما. إرمي من رمى، إرمي من رمى. والأمر من خاف خف العقاب، ومن أجاد أجد لجوابا، ومن أجاد أجد لجوابا. والأمر من خاف خف العقاب، ومن أجاد أجد الجوابا.
وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لا خاف رجال العبث فقل لا خاف رجال العبث وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لا خاف رجال العبث. بعد انتهائه من باب النكرة والمعرفة ثم جاه إلى باب آخر وإلى موضوع آخر وذلك قسمة الأفعال. جاه بتقسيم الأفعال وذكر فيما ذكر أن الفعل ثلاثة لا رابعة له، وهذا معروف كما لا يزاد على ركعات الصلوات. ليس هناك عالم نحوي لغوي إليه انتهى علم النحوي فيقول أقسام الفعل أربعة. الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام ثم ذكر قال ماض وفعل الأمر والمضارع. ماض هنا نقول الفعل ماض أو نقول فعل ماض نقول فعل ماض. ثم ذكر قبل المضارع قال ماذا؟ فعل الأمر والفعل المضارع. رتب أقسام الفعل أكده للشعر، وإلا ترتيب أقسام الفعل من الفعل الماضي ثم يذكرون المضارعة ثم يذكرون فعل الأمر. ثم بدأ بفعل الماضي قال فكل ما يسلم فيه أمس. كل ما يصلح في أنه قد قام به أمس. وأمس قد يكون ثانية سالفة أو دقيقة سالفة أو ساعة سالفة. أمس الإنسان هو ما قد قضاء ثانية أو دقيقة أو ساعة. ليس لازما أن يكون أمسك اليوم يوم الخميس، ليس لازما أن يكون المعني بالأمس يوم الأربعاء، لا، ثانية قضيتها أو دقيقة قد قضيتها أو ساعة قضيتها أمسك. إذا صلح أن نحيل إلى فعلك أنك قد قضيت يعتبر أمسك. قال فإنه ماض بغير لفظ، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. لهذا يعرفون الفعل الماضي بأنه ما يدل على نعم
نعم ما يدل على حصول أو حدوث عمل قبل زمن التكلم. جيد. ويقولون قريبا كان أو بعيدا، فهذا لا لبس فيه، هو ماذا؟ هو الفعل الماضي. ثم قال وحكمه فتح الأخير. الفعل الماضي مبني على الفتح أبدا إلا في حالات، لكن الأصل أن يكون مبنيا على الفتح، وكما قال الأصوليون لكل قاعدة استثناء. في حالات لا يكون الفعل الماضي مبنيا على الفتح، أنتم تعرفون هذا. إذا عرفتم هذا نمشي. أو نعود للفائدة. قلنا إن الفعل الماضي ما دل على حدوث عمل في زمن قبل التكلم قريبا كان أو بعيدا، بعد زمن التكلم، بعد زمن التكلم قبل زمن التكلم. الصواب قبل أو بعد؟ قبل زمن التكلم، لا تجادل، قبل لا بعد. وفي حالتين يفيد الفعل الماضي معنى الاستقبال. في حالتين، في الحالة الأولى حالة الدعاء يفيد الفعل الماضي هنا معنى المستقبل، يفيد معنى المضارع. تقول رحمك الله، وفقك الله، يسر الله أمرك، والحالة الثانية حالة الشرط. حالة الشرط تقول إذا جاء نصر الله والفتح. عند نزول السورة ما تم النصر بعد، ما تم ماذا؟ النصر بعد. لهذا جاءت الصيغة إذا جاء في المستقبل. ما جاء النصر في وقت نزول السورة، وما جاء ماذا؟ الفتح. جاء النصر والفتح بعد نزول السورة. قال وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه. نقول سار فعل ماضي
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لكن إذا تغير البناء ودخل عليه داخل لا نقول لا محل له من الإعراب. سبب تغيره لا بد من ذكره. الأصل أن يكون مبنيا على الفتح، لكن رأينا الفعل الماضي ولم يكن مبنيا على الفتح، أنت لا تعرب وتقول ضربت. ضرب فعل ماضي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ليس هكذا. لأنه قد لبس ثوبا غير معروف ولا بد من ذكر السبب. لماذا كان مبنيا على السكون؟ المعروف أن الفعل الماضي لا يكون إلا مبنيا على الفتح. لهذا يلزمك أن تقول لهذا السبب. جاء هنا مبنيا على السكون لهذا السبب. أنتم تعرفون هذا إيه؟ وفي حالة الرفع الفعل الماضي يكون مبنيا على الضم، على الضم واو الجماعة ضمير متصل، فنقول ضربوا فعل ماضي مبني على الضم. ليه؟ لماذا كان مبنيا على الضم هنا؟ لاتصاله واو الجماعة. وإن تلاؤوا ألف ولام فاكسر تكسر الفعل الأمر أو تكسر، والأمر مبني على السكون. مثال احذر. أوكي، ما قرأنا هذا، معلش. والأمر مبني على السكون، الأمر كذلك هما. لماذا ترك الفعل المضارع؟ لأن حكمه يختلف من حكم هذين القسمين. لهذا ما ذكر الفعل المضارع هنا. إذ إن الفعل الماضي والفعل وفعل الأمر مبنيان. قال والأمر مبني كما كان الفعل الماضي مبنيا على الفتح، كان في فعل الأمر مبنيا على السكون إلا في حالات. ما أصاب الفعل الأمر إذا أصاب فعل الأمر نفس الشيء يحدث له. ثم ذكر ماذا؟ مثالا واحدا، التقاء الساكنين، التقاء الساكنين.
فإنه قصد فكسر وقل ليقوم الغلام إنما يقصد ماذا؟ إنما يقصد فعل الأمر يقصد فعل الأمر لالتقاء ساكنين لالتقاء الساكنين والقاعدة أن القاعدة أن إذا التقى الساكنان الجواب موجود في الكتاب كسر الساكن الأول و ترك الساكن الثاني لهذا قال ليقوم الغلام ليقوم الغلام قبل أن تأمر بهذا لا بد أن تأتي بلام الأمر لأنك تأمر الغائب إذا أنت تأمر الغائب لازم أن تأتي بلام الأمر لا يمشي أن تقول قم الغلام الناس لا يفهمونك قال وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا الآن دخل في الأفعال المعتلة كيف يأتي الفعل كيف يأتي فعل الأمر منها كيف يأتي فعل الأمر منها وليس كل فعل معتل يدخل في هذا الباب ليس كل فعل معتل يحذف آخره المثال الذي جاء به الناظم دليل على ذلك قال ليقم ليقم لولا التقاء الساكنين لكان ليقم أو قم 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 فإنما يشير إلى المعتل الآخر الفعل المعتل الآخر هو الذي يشير إليه هنا وإن أمرت من سعى سعى يسعى والفعل فعل الأمر يأتي منه يسعى بحذف حرف العلة والفعل سعى من الأفعال المعتلة الناقص الفعل الناقص وكذلك غدا يغدو نقول أغدو أغدو ثم جاء بالمثال قال تقول يا زيد غدو في يوم الأحد أغدو في يوم الأحد وسع إلى الخيرات وسع إلى الخيرات لقيت الرشد إذا سعيت إلى الخيرات وفقت وفقت على الرشاد لكن إذا سعيت إلى
إلى السيئات لقيت الغي ثم جاء بالأمثلة قولك فرمي من رمى قال قس الأمثلة التي أفدناك بها ببقية الكلمات قال والأمر من خاف خاف العقاب ومن أجاد أجد الجواب وهذا يظهر عليه الساكن يظهر عليه الساكن لأنه ليس من أنواع الفعل المعتلة التي يحذف حرف العلة في فعل الأمر قال وإن يكن أمرك للمؤنث إذا أردت أن تأمر الرجل تقول خف أجد ارم أغدو اسعى لكن إذا أردت أن تأمر المرأة لابد من زيادة الياء وتقول في خف خوفي رجال العبث هم رجال لا يحترمون النسوة لا يحترمون النساء خافيهم وتجنبيهم فليس فيهم خير بعد أن انتهى من هذا الآن إلى باب الفعل المضارع قال وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء أو ياء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع لمستعلي فإنه المضارع لمستعلي وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب 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 سواه والتمثيل فيه يضرب وليس في الأفعال فعل يضرب سواه يضرب وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب سواه والتمثيل فيه يضرب وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل
والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة مسميات أحرف المضارعة فسمت الحاويل نأيت فاسمع وعي القول كما وعيت فاسمع وعي القول كما وعيت وضمها من أصلها رباعي مثل يجيب من أجاب الداعي مثل يجيب من أجاب الداعي وما سواه فهي من تفتتح ولا تبل أخف وزن أم رجح ولا تبل أخف وزنا أو رجح مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي ويستجيش تارة ويلتجي مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي بعد أن انتهى من الفعل الماضي وفعل الأمر شرع في الفعل المضارع وذكر أولا حروف أو أحرف المضارعة بقوله وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل بمعنى أنت تجد هذه الأحرف في أول كل فعل قال فإنه المضارع إنه الفعل المضارع ثم بعد ذلك قال وليس في الأفعال فعل يعرب فقد ذكر قسمي الفعل وترك هذا القسم من أقسام الفعل الذي ذكره لأن حكم هذا يختلف من حكم القسمين السابقين لهذا قال وليس في الأفعال فعل يعرب عندما أتينا بالمثال للفعل الماضي وفعل الأمر أعربناهما بالبناء وهذا يعرب بالإعراب بمعنى لا يلزم آخره حالة واحدة والقسمان السابقان يلزم آخرهما حالة واحدة إلا استثناء ولكل قاعدة حتى الفعل المضارع إذا دخل عليه داخل لازم آخره حالة واحدة لا يتغير
قال سواء والتمثيل فيه يضرب أو يضرب قل يضرب أو قل يضرب المهم الفعل المضارع إما للمعلوم أو للمجهول المهم كان فعلا مضارعا قال وسمتها الهاوي لها نأيت جمعت أحرف المضارعة في لفظ في كلمة نأيت فاسمع وعي القول كما وعيت عندما كنت أتعلم هكذا علمت وأفلسته هكذا وأنت كذلك احفظه هكذا أحيانا العلم لا يحتاج إلى التفكر العلم لا يحتاج إلى أن تستعمل عقلك خاصة الإعراب إنما إذا قيل لك الفعل مبني انتهى الفعل مبني الفعل الماضي مبني الفعل الماضي مبني فعل الأمر مبني فعل الأمر هل أنت بحاجة أن تستعمل عقلك؟ نعم؟ لا لا لهذا قال فاسمع وعي القول كما وعيت هكذا علمت وأنا الآن أعلمكم فاحفظوه كما حفظته أن الفعل المضارع له أربعة أحرف الألف التاء الياء والنون المجموع في نأيت أنيت أتيت قال لكن ألف المضارعة مفتوحة ألف المضارعة أصلها أن يكون مفتوحة لكن إذا زيد على الفعل وكان الفعل فعلا ثلاثيا مزيدا على حرف واحد وذلك أفعل يفعل إفعالا فعالا إفعالا أفعل لا تفعل الألف ألف المضارعة مفتوحة تاء المضارعة مفتوحة نون المضارعة مفتوحة ياء المضارعة مفتوحة إلا في هذه الحالة يضم تضم الألف وتضم الياء وتضم النون وتضم التاء تقول أجاد أجيد يجيد نجيد يجيد واضح؟ نعم؟ مثل يجيب من أجاب أجاب الداعي قال وما سواه فيا منه تفتتى ما سوى هذه الحالة الألف والنون والتاء والياء لازم
مفتوحة ولا تبل لا تبل أخف وزنا أو أم رجع قال مثاله يذهب تقول أذهب تذهب نذهب يذهب زيد ويجيء ويستجيش تارة ويلتجي ويلتجيء ويلتجي الآن ذكر الناظم أن الفعل المضارع وحده معرب معرب مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة بالفتح ومجزوم بالجر عند مدير بل مجرور عنده مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة ومجزوم بالسكون إلا في حالات إلا في حالات يكون مبنيا على على ماذا؟ على السكون إذا دخل عليه إذا اتصل به نعم ضمير رفع ضمير رفع إلى تاء وحده إلا الألف إلا الألف ألف الاثنين هذا في الفعل الماضي معلش هذا في الفعل الماضي الفعل المضارع يكون مبنيا على السكون إذا اتصل به نعم نون النسوة ما زال في رأسي الفعل الماضي إذا دخل عليه نون النسوة يكون ماذا مبنيا على السكون على السكون لكن الأصل أن يكون مرفوع بالضم منصوب بالكسر ومنصوب بماذا نعم مجزوم بالسكون والفعل المضارع يرفع وتكون علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وأحيانا تكون علامة رفعه الضمة المقدرة الضمة المقدرة الضمة الظاهرة إذا قلت يضرب يضرب إعرابه تقول فعل مضارع مبني ناس نائمون مبني على ضم الفعل المضارع لستم معي يضرب فعل مضارع مبني على ضربة يضرب فعل مضارع مرفوع بالضمة أبي وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
والحالة الثانية الضمة المقدرة، وذلك إذا كان الفعل المضارع معتل الحرف الأخير نحو يدعو. يدعو كيف نعرب هذا؟ نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تنشط، تنشط. يدعو نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نعم، نقول يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو. منع من ظهورها الثقل. بارك الله فيكم. والحالة المقدرة الثانية لا على الواو بل على الياء، مثل ماذا؟ يقضي، يرمي. نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل أيضا. نعم، الثقل الواو والياء الثقل، الألف التعف، الواو والياء الثقل، الألف فقط التعذر. الحالة الثالثة نقول نغضى يغضى، نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. أنتم متأكدون؟ على الألف أو على الياء؟ نعم، ارفعوا أصواتكم. يغضى على الألف أو على الياء؟ على الألف. إذن نقول الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. الآن ثبوت النون وحذف النون، ثبوت ذلك في محل الرفع، ثبوت النون، ثبوت النون. إذا نقول يضربان تضربين كيف نعرب هذا؟ هذه هي أوزان الأفعال الخمسة، كيف نعربها؟ نقول تضربان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون.
أنتم تعرفون شيئاً عن الإعراب؟ الحالة المعروفة الأصلية، أنت لا تحتاج إلى ذكر السبب، لكن إذا رأيته في حالة غير معروفة، هذه الحالة غير معروفة بي، إذا لا بد من ذكر السبب. المعروف أن يرفع الفعل المضارع بالضمة الظاهرة أو المقدرة، لكن الآن كيف نقول يرفع بثبوت النون؟ لماذا؟ لأن عندما تعرب الفعل المضارع هنا تقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، وإلا وكذلك يضربون، كذلك يضربون، تضربون، يضربان، تضربين. واضح؟ الآن نأتي إلى بناء الفعل المضارع، نأتي إلى بناء الفعل المضارع. الآن بدأ الصوم يعمل في ما يفعل. الفعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، نون النسوة، نون الإناث، نون النسوة ونون الإناث، وتقول يكتبنا، النساء يكتبن الدرس، النساء يكتبن الدرس، ويراجعن دروسهن. إذن الإعراب كيف نعربه؟ يكتبن، يراجعن، نقول أها فعل مضارع مبني على السكون، السبب لاتصاله بنون النسوة. لسنا بحاجة إلى تعريف إلى إعراب نون النسوة، لسنا بحاجة إليه. ويبنى كذلك على الفتح، يبنى كذلك على الفتح في حالة اتصال نون التوقيد الخفيفة أو الثقيلة، الخفيفة بشرط أن تكون مباشرتين، لا يفصل بين الفعل المضارع ونون التوقيد فاصل. واضح؟ غير واضح. قلنا يبنى الفعل المضارع على ماذا؟ على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، لكن هناك شرط. نعم، أن تكون مباشرة، أن تكون
مباشرة. لا يفصل بينهما فاصل. لا يفصل بينهما فاصل. نقول يكتبان الثقيلة أو الخفيفة. نعم، الخفيفة أو الثقيلة، يكتبان الخفيفة. نقول فعل يكتبان فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. الخفيفة المباشرة النون، والفعل المضارع ليس بينهما فاصل. الفاصل يكون الألف، ألف الاثنين أو واو الجماعة. الآن واضح؟ ها؟ ما واضح؟ واضح. لأن الفعل المضارع هنا مفرد، الفعل المضارع هنا مفرد، لهذا قلنا يكتبان يكتبان يكتبان. لكن إذا أردنا أن نستعمل نون التوقيت الخفيفة أو الثقيلة مع الفعل المضارع المثنى، ذلك يكتبان يكتبان. واضح؟ نواصل إن شاء الله تفهمون. قال أعربنا يكتبان فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. كما عرفت هذا تعرب إذا دخل عليه نون التوكيد الثقيلة. نقول يكتبن يكتبن، تقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. واضح؟ إيه؟ طيب نأتي إلى هذا. إذا لم تكن نون التوكيد مباشرة فصل بينهما فاصل، ماذا نفعل؟ بين الفعل المضارع ونون التوكيد بينهما فاصل، والفاصل إما الألف وإما النون الواو، ماذا نفعل؟ أو ياء المخاطبة، ماذا نفعل؟ الآن نرجع إلى الأفعال الخمسة، نرجع إلى الأفعال الخمسة. أنتم معي؟ الأفعال الخمسة: تضربان يضربان، تضربون يضربون، تضربين. أردنا أن نستعمل هذه الأفعال الخمسة مع نون التوكيد، مع نون التوكيد. كلش استوب بشام. نحن مع نواصل. نعم، يكتب فعل مضارع للمفرد، ايه للمفرد، استعمال نون التوكيد الخفيفة والثقيلة معه لا يأخذ منا دما ولا ماء.
لكن الآن نأتي بالفعل المضارع للمثنى وللجمع، وفي حالة وجود ياء المخاطبة مع، وأردنا أن نستعمل نون التوكيد إما الخفيفة وإما الثقيلة مع. هذا هو المعني بالفاصل. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ أنا أقرأ عليكم. قال: أما إذا لم تكن نون التوكيد مباشرة لوجود فاصل بينها وبين الفعل المضارع مثل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة مع النون التي هي علامة الرفع في الأفعال الخمسة، الآن تكون النون هنا ثلاث نونات: نون ثبوت، نون رفع، ونونان. قيل: أو ياء المخاطبة مع النون التي هي علامة الرفع في الأفعال الخمسة، فإن الفعل المضارع يكون حينئذ معربا نحو، يعرب هكذا نحو تكتباني، فإذا أردت تأكيده صار تكتبانين، يكون ماذا؟ تكتبانين. أوكي. ومعنى ذلك أنه اجتمع ثلاث نونات: النون الأولى هي علامة رفع المضارع، ثبوت النون علامة الرفع في الأفعال الخمسة، واضح؟ نعم. ونون التوكيد الثقيلة التي تتكون من نونين، نون التوكيد الثقيلة تكونت من نونين: النون الساكنة والنون المتحركة. النون الساكنة والنون المتحركة. ووجود حرف مكرر ثلاث مرات يعد ثقيلا. أتينا بالنون التوكيد الثقيلة في الثقل، وتكرار نون ثلاث نونات يزيد ماذا؟ ثقله. يزيد ماذا؟ ثقله. فماذا نفعل؟ وجود حرف مكرر ثلاث مرات يعد ثقيلا في اللغة العربية، لذلك حذف النون الأولى التي هي نون الرفع. حذف النون الأولى التي هي نون الرفع، وحذف نون التوكيد بالكسر. نون التوكيد لا تكسر إنما تفتح. يكتبن إذا كان الفعل فعلا مفردا، إذا كان الفعل المضارع إذا كان الفعل المضارع هنا فعلا مفردا يكتبن، لكن هنا الفعل المضارع هنا للمثنى.
هل هذا واضح؟ واضح. لو كان هنا سبورة والله لكان حوله في مكة. هل في مكة؟ فأتوني بهذا. في قلم سبورة يا شيخ. اقبلوا يا رجل وما توقع وجاء بقى اي انكو وني وشي لو permanent يبوي ولا يقوتي كوي يكون لو permanent يفو وقت ماذا سين كوني شي شي لو بينا شي شي باين ومن اللي قاري افو ميسيكا في قاري كيا كيا كيولي تيتيا اها الان اها لايك هي باي لايك هي باي وو بويا اون شي اوجي تا ايلي شان شي اوجي تا اوكي انظروا انظروا يا جماعه الفعل المضارع الفعل المضارع معنون معنون التوكيد مع نون التوكيد الفعل المضارع مع نون التوكيد الثقيلة كانت أو الخفيفة فقد ذكرنا الشرط الشرط لا تنسوا الشرط يكون مبنيا على الفتح يكون مبنيا على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة الخفيفة أو الثقيلة بشرط ألا يفصل بينهما فاصل والفاصل الألف أو الواء أو ياء المخاطبة يسهل إعرابه إذا كان الفعل المضارع مفردا نقول يكتب يكتب مع نون التوكيد مع نون التوكيد نقول ياك توبان با ياك توب ياك توبان با توبان يكتبان ونقول يكتبان إعراب يكتبان نقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله
بنون التوكيد الخفيفة والثقيلة. مع وجود فاصل المعني بالفاصل هنا الأفعال الخمسة. الآن الأفعال الخمسة مع نون التوكيد الثقيلة. مع نون التوكيد الثقيلة. هنا نون التوكيد الثقيلة. إن والأفعال الخمسة نقول تدريباني، أليس كذلك؟ تدريباني مع نون التوكيد الثقيلة. في نون التوكيد في الثقيلة، وهنا نكرر ثلاث نونات، نون في الأفعال الخمسة، ونونان في الثقيلة. يعطينا ماذا؟ تدريباننا هنا نهدف نون نهدف ماذا؟ نون الرفع في تدريبان وفي يضربان وفي تدريبون وفي تدريب يضربون في تدريبنا. ثم يبقى ماذا؟ تدريبان. لكن القاعدة هنا أن نغير ن إلى ن ويكون تدريبان. التقى النونين هنا. لا، التقى الساكن والساكن. نعم، الألف ساكن وفي النون الساكن، نتركه هكذا. نعم، نتركه هكذا. ماذا نفعل؟ نعم نعم، إذا هدفتم الألف أجرمتم. إذا هدفتم الألف أجرمتم. هنا نقول التقاء الأمثال، التقاء الأمثال. القاعدة تقول إذا
إذا التقى الساكنان، إذا التقى الساكنان. والساكن الأول الألف، والساكن الثاني ناتج من التشديد، ناتج من التشديد. يبقى الساكنان كما كان، عندنا هنا الألف، لو كان الساكن، لو كان الساكن الذي يلي الألف ساكنان غير مشددة، غير مشدد، ساكنان غير مشدد، لطبقنا القاعدة المذكورة. ما واضح؟ ما واضح؟ وياك صعوبة؟ انتام ابو انتام ني بي تينو تي سونكون ميجي تو با بادي عافي كانشي حركه ابي اسو الله اوكو دي كيني حركه نيتوري نونو ميجي سونكون ميجي او غودو او بادي iye do ba yabi amun laye yi ko ide ni wi pe suku meji to fe pade ta so alakoko di haraka nitori suku elekeji ko mo ba pade ara won ko gbodo ja si wi pe suku elekeji neti junni mina attashdid شجعني أبي توبا جاسي بي شجع لوبي سوكو يناني أجاكيني الألف أواري هارفي توتالي كي جدداني كجي نونو أني هارفي أني هارفي توبا ستالي ألف الألف الساكنة، الألف الساكنة، أني أعرفي تبى تتلي الألف الساكنة، أو جالس بين شادة، لوا ليه يرى، أو با شادة، أنا كنت أبغى تشادة يا كله، إنت أشني، أبي، نسيت أبغى كوبا هني، أنا كنت ألف هي أتي، إله هني. Suku meji ti o pade niyan abi aw dimension yo change nigba to ba ja si wi pe ati nunu ka ara fi meji ti o je kankan na ti ala ko je sukun tele keji je haraka awa pa eyi to je sukun apare aso di shada leri ara fi keji yaltaqi as-sakinan fala karama barakallahu fikum bugwa laman ka wala da ghairil maghdubi alaihim wala dallin ضو ضو الألف ساكنة وعلى اللام ساكنة يتوقع أتشي دقام اللام ساكنة في اللام المتحركة أما صديقيني أصلي شجع ليه
iru iltiqa usakinani yini ngba ta ba se irobo eni amani liltiqa il amsal liltiqa al amsal ah ni so pe liltiqa isakinai koye won ni sunku meje ogodo pade ki se bi wo ele o ti wa yen sunku meje ogodo pade amo bi wa yin ni won pade لكل قاعدة وقاعدتنا هنا ليس لا استثناء الآن واضح؟ مفهوم؟ أبايكو أه؟ سيدي أبايكا أني إيوانيكي سوكو ميدي كو باجي وانسي تيسان تي وان مانشي to ba pade amo ki se eleyi gbogbo bi ti e ba ti ri alifu ti o gba nkankan sokun ni nbe lere awari harafi to tele to je shagga harafi yin o gbodo lo alifu yin o gbodo lo Now, Alijamu Aula. Iyan ni won fi fun wa ni apojuwe mi. Dali. Naam? Mafhum? Aje ka mu irabo le wa ni sa di kini ta gori bani ta gori bani o ti wa ye eh o ti wa ye ta ba ma mu irabo wa bo la jese amani fi'lun mudari'un mabniyun 'ala al-fath liltiqa'i al-amthali liltiqa'i ni ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ mọ̀ ah eléyìí ti kú ipẹ́tipẹ́ yọ kíní ẹ̀kọ́ mi bó la ṣe ṣe ìrọ́bẹ̀ anífẹ́lún mudari'un marfu'un wa alamatu rafi'ihi okay ثبوت النون المحذوفة انتو يا كاشي اوني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة أما أتقى نون رفع أتقى نون كين نون رفع أواني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه حذف ثبوت النون المحذوفة لالتقاء الأمثال لأنه من الأفعال الخمسة
والالف الف الاثنين. ضمير عاش يغاب هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ونون التوكيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أبغى تقول صم بيبي. الآن نعود إلى العربية. قيل وهنا نتساءل كيف صاع أن يجتمع ساكنان؟ كيف يصح أو كيف صح أن يجتمع هنا الساكنان؟ وكيف صاع أن يجتمع هنا الساكنان؟ وهما ألف الاثنين والنون الأولى الساكنة من نون التوكيد. الجواب أن اللغة العربية تجمع بين الساكنين. البيان إذا كان الأول حرف الألف يصح أن يجتمع الساكنان. إذا كان الساكن الأول حرف الألف واضح؟ والثاني حرفا مشددا. ضبطتم القاعدة؟ نعم. يصح اجتماع الساكنين إذا كان الساكن الأول حرف الألف والساكن الثاني حرفا مشددا. وناو واو الجماعة نقول تكتبن أو يكتبن. الضمة على لام الفعل تفرقة بين الجمع والمفرد. ما واضح؟ الفعل المضارع المفرد نقول يكتب، وفي حالة دخول نون التوكيد نقول يكتبن
لأن الفعل المضارع هنا مفرد، وفي حالة كونه مثنى نقول يفعلان تفعلان، تضربان يضربان، وفي حالة الجمع نقول تضربون يضربون. فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ اجتمعت ثلاث نونات هنا كذلك. الأصل أن نقول تكتبوننا، أليس كذلك؟ تكتبوننا، تكتبوننا. إذا كنا تكتبوننا تصادمت ثلاث نونات، والكلمة هنا تكون ثقيلة جدا. تكتب تضربوننا، في هذه في هذا اوكي ناتي الي ان شاء الله تعالى لا انسى. السائلة سألت اذا كانت النون التي اتصلت بالفعل المضارع نون التوكيد الخفيفة كيف نعامل بها او لها؟ ان شاء الله تعالى ناتي الى هذا. نواصل. اجتمعت ثلاث نونات هنا كذلك، النون الاولى وهي علامة الغفر، ونون التوكيد المؤلفة من نونين، الاولى ساكنة والثانية متحركة، وهنا حذفت نون الفيل، نحذف نون، نحذف نون الفيل. تضربون مع النون الساكنة الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة. إذن نحذف هذا، إيه؟ نحذف هذا أو هذه، نحذف هذه النون. وهي علامة الظفر لالتقاء الأمثال، فالتقى ساكنان واو لجماعة، الآن بقي الساكنان، بقي الساكنان واو لجماعة والنون في نون التوكيد. الآن تهدف واو لجماعة، تهدف واو لجماعة، ويبقى الفيل هكذا. تضربون، تضربون، لكن أصله تضربوننا، تضربوننا، حرام أن يلتقي أو أن تلتقي ثلاث نونات في اللغة العربية. والنون التي نحذفها هي نون الفيل، نون الفيل، لهذا حذفناه، حذفناها هنا، حذفنا نون الفيل. وبقي ماذا؟ تضربون، تضربون. وإذا والتقى الساكنان هنا، الساكن الأول واو الجماعة، و
الساكن الثاني في نون التوكيد الثقيلة. وماذا نفعل؟ نهدف واو الجماعة ويبقى الفيل تدريبون يضربون تدريبون يضربون. واضح؟ كيف نعرب؟ نقول تدريبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لالتقاء الأمثال لأنه من الأفعال الخمسة، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين لالتقاء الساكنين. واضح؟ نعم نعم. بقي واحد، ياء المخاطبة. ياء المخاطبة هنا كذلك اجتمعت ثلاث نونات، نقول يضرب يضربين أو تضربين سوري تدربين تدربين تدربين. ما استعمال النون التوكيد نون التوكيد الثقيلة؟ نقول تدريبي تدريبينن تدريبينن تدريبينن. طب ماذا نفعل الآن؟ التقت ثلاث نونات، وفي اللغة العربية حرام أن تلتقي ثلاث نونات. ماذا نفعل؟ نهذف نون الفاعل، نهذف نون الفيل، نهذف نون الفيل. يبقى الفيل يضربين تضربين تضربين. الآن نجد في الكلمة التقاء الساكنين، التقاء الساكنين ماذا نفعل؟ نهدف يا المخاطبة لالتقاء الساكنين ونقول تدريبنا تدريبنا تدريبنا. كيف نعرب كيف نعرب الفيل؟ نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة ثبوت النون المحذوفة لالتقاء لالتقاء الأمثال لالتقاء الأمثال لأنه من الأفعال الخمسة، وياء المخاطبة المحذوفة لالتقاء الساكنين. فرغنا من إعراب. الآن نرجع إلى السؤال، سؤال السائل أو السائلة. السائلة سألت، السائلة سألت كيف إذا كانت النون نون التوكيد الخفيفة مع الأفعال الخمسة ماذا نفعل؟ لا تدخل نون التوكيد الخفيفة على الأفعال الخمسة فانتهى. واضح؟ نعم. ما واضح؟
لا يمشي حتى النطق لا يمشي. لكن نقول تضربان مثلا تضربان مثلا أنا أقول تضربان نعم ما ممكن لا يمشي لا يمشي. أسائل واضحة واضحة لا تدخل نون التوكيد الخفيفة على الأفعال الخمسة لا تدخل نون التوكيد الخفيفة على الأفعال الخمسة لصعوبة نطقه لا نقول تد ربا نين نين تدربو نن تدربي نن يشبه هكذا الفارسية لا العربية بمعنى فرقنا من الفعل من الفعل المضارع فرقنا من الفعل المضارع نقرأه نقرأ الباب مرة ثانية وننتهي منه إن شاء الله تعالى وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع لمستعلي فإنه المضارع لمستعلي فليس في الأفعال فعل يعرب سوى هو التمثيل فيه يضرب سوى هو التمثيل فيه يضرب وليس في الأفعال فعل يعرب سوى هو التمثيل فيه يضرب والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارع مسميات أحرف المضارع فسمتها الحاولة نأيت فاسمع وعي القول كما وعيت فاسمع وعي القول كما وعيت وسمتها الحاولة نأيت فاسمع وعي القول كما وعيت وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي
مثل يجيب من أجاب الداعي وما سواه فهي من تفتتح ولا تبل أخف وزن أمرجا ولا تبل أخف وزنا أمرجا وما سواه فهي من تفتتح ولا تبل أخف وزنا أمرجا مثاله يذهب زيد ويجي ويستجي شتارة ويلتجي ويستجي شتارة ويلتجي مثاله يذهب زيد ويجي ويستجي شتارة ويلتجي بهذا نقول وصلنا محطة السلام وصلنا أين؟ نقف في شرح ملحة الإعراب في هذه الدورة العلمية والشرعية إن شاء الله تعالى. ضاقت أوقاتنا والمكررات كثيرة. ضاقت أوقاتنا والمكررات كثيرة. والأوقات ضيقة جدا. نسأل الله أن يتقبل منا ما قمنا به من جهود متواضعة وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى الإخلاص فيه وأن يزيد علمنا ويبارك فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه فصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ani to ba korin ani ani to ba ko orin emi ni ko mu wa fun ani to ba ko orin emi ni ko mu wa fun to ba ti mu wa fun mi kin koko ri o ni ka o kan loyun eni o si bi yo wa da gege bi omo teyan bi loju ni eni oju ese to si ku o me pa oyin oni ri ehe iwo nikan na ni o ri ati o me won ti ni ka korin abi na won ti ni ka korin e to ba mo orin kon pa ki ai ki o korin pada wa ta ba ti wa ko tan e mu wa fun mi o ni se kan ti ba n se si